ورق ألمنيوم فويل حتى نكتم الطنجرة كمان. اه يلا اكتمها اكتمها زي ما انت دام تكتم صوتي لما احكي. لا ابدا واشكي عليك انت صوتك وانتقدك. صوتك صداح يا ابو عون. صوتك صداح. احنا بنقدر نكتم صوتك يا ابو عون؟ لا اكتمها يا ابو عون اكتمها. تفضل تفضل. اول شيء بدنا نسويه انا عندي هون على النار. شو في على النار هون؟ طلع في لا لا دجاج عم بسبح. دجاج عم بنطبخ. في فرق كبير يعني. عندي هون سلق دجاج مع باقة عطرية، شوية ورق غار، بصلة، حبتين هيل. طبعا كل الدجاج انا مغسله بالخل وبناقعه بخل وشوية ملح لمدة ساعة حتى يصير لونه ابيض هيك وجميل. أوكي. شو بحلى ميته؟ تمام. المي هاي رايحين نسلق فيها رز. اوكي. هذا رح يكون اختصاصك. شخل. نعم. بنضيف بهالطنجرة. هاي طنجرة كاست ألمنيوم من عابدين. عابدين بكل بيت موجودين وعندهم العديد من الطناجر يا ابو طه، العديد. انواع عديدة صراحة. نعم، من السافلون تيتانيوم، من السافلون العادي، وهاي طبعا الكاست ألمنيوم. يا عيني. بنضيف يا ابو طه الثوم والبصل داخل الطنجرة. نلحقه بشوية شرحات من البندورة. يا سلام يا سلام. يا اخي عبد الله مداوم اليوم. عبد الله مجاز. آه الحمد لله. الحمد لله. بالمالديفز. بقول لك قاعد هناك لابس هالشورت. معقول؟ ناقع حاله بالمي. معقول يا زلمة؟ معقول؟ طيب إذا بتلاحظوا حطينا شرحات البصل والثوم، حطينا كمان الفليفلة والبصل مع شوية زيت داخل الطنجرة. بدي أخليهم شوي على النار حتى يبلش قاع الطنجرة يتكرمل شوية. لازم يتكرمل. ناخذ لنا ملعقة بس. شوفوا الملعقة هذه إذا حطيناها زي ما هي مش 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 منطق يعني. صح؟ أوكي. بدك تحلها شوية بشوية مي. أيوة يا عيني. فبأخذ لي شوية مي. وين؟ مرقة الدجاج. أيوة. وتحلها فيهن. أيوة يا عيني عليك. ها. يا سلام. هذا كله وين؟ هذا بقعر الطنجرة. وعطول راح ألحقهم بإيش؟ طلع بطاها. كمون. هاي كمون. شوية من هالبابريكا. شوية من بهار دجاج. ناخذ هالدجاجات. تمام. نحطهم وين؟ على الأساس. يا سلام عليك. على هالأساس. يا سلام عليك. عشان بدنا نحط الرزات. أيوة. نغليهن نسلقهن. أيوة. بعدين نشخلهن نحطهن هنا 100%. بعدين نستويهن. يا عيني عليك. وهكذا يدفن الدجاج. نعم. يا عيني. عندي شوية خضار مسلوقة. أيوة. بطاطا. أي نوع أي نوع خضار بدكم إياه. أنا عندي بطاطا صراحة أو جزر. شوف الواحد ما يهيطش بهالسلافة هاي. لا لا. عشان ما تتشتتش الطعمة صح؟ 100% 100% بطاطا. أنا شو عم بسوي؟ أنا أول شيء بلشت فيه حطيت زيت حامي. بالطنجرة الثوم والبصلات حتى أعطيهم مجال ينطبخوا. وحطيت شوية مرق دجاج مع رب البندورة حتى أعطي لون وأعطي شوية مويست للبصل. تمام. هون نفس البهارات رايح أضيف شوية من البابريكا. يا عيني. الكمون هون حاضر. يا عيني. وعندي كمان بهار الدجاج كمان حاضر. فيش مانع نضيف لنا شوية بودرة مرق دجاج. هيو كمان فيش مانع لنا. حلو. الآن بدنا نهدي النار. أه. نهدي النار على ونبلش إيش معلم؟ بدأ أبلش أشغل الرز. نعم. أوكي. نعم. أقول لك بدي أشغله هناك على جنب. لا 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 بدي أشغله هون. ولا تروح ولا تيجي. حاضر. شوف بس كيف صار الرز. يا سلام يا سلام. يلا يا بطاها وافرد افرد ابو طه. فيش مانع نخلي شويه مي فيها. ما عندنا مانع. ما عندنا مانع. هو لانه يعني خليكش كمان شويه مي. ما في مانع عندنا. يعني هاي بس اشطه. روح ابو طه روح روح. روح انت افرد ابو عون لو سمحت. وانت الكبير. ورق غار عادي اشيل؟ طبعا. طبعا ابو طه طبعا. تمام تمام. والله حاس حالي بزمه بصبه. تمام. ها يلا. يا سلام يا سلام يا سلام. وعلى طول يا ابو طه شو بدنا نسوي هسا؟ بدنا ندفنه. ناخذ ماء الورد نحطه بالفرن صح؟ مع الزعفران. يا سلام يا عيني يا عيني. الان على الفرن او على النار بده تقريبا 10 دقائق ربع ساعه ابو طه. احنا وين راح نسويه؟ هون على النار. على النار. تمام.
شايف ابطاه؟ يا سلام. دجاجتين، كل دجاجه بقطع اربع قطع، ثوم حب، بصل شرحات، فلفل احمر، كوبين جزر، بدنا كوبين بطاطا، بدنا بندور شرحات، فليفله وفلفل اخضر حار، رز بسمتي، شويه بابريكا، بدنا كمان كمون وابهار دجاج مشكل، ماء ورد وزعفران، وشويه ربع كوب من زيت كارفور. طبعا راح اطبخ انا. سلام على الطناجر، يا سلام على الطناجر. هاي الكاست ألمنيوم من عابدين، هاي الطنجرة تطبخ هاي عيارة فيها، كل عام وانت بخير، تطبخ خلص فيها داخل الفرن كمان. لذلك تلاقي مقابضها صح وال... أيوة شوف 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 بدك اجيب لك فساكة، هات كابرش لا تكابر. شوف هذه برضو من مهام الشيف ستيور، انه يجيب مساكة لشيف رئيسي، يناول الشفات المسكات. طب بدك هيك منيح، هاي منيح. برضو هاي من تيجي منها، من مهامه، هاي من مهامه. هاي اللي زيك بيجي معاه صح؟ لا بيجي معها شغلة ثانية. طبعا من مهامه كمان يناول هالطباخين والشفات هالأغراض كلها هاي. والله من مهام الشيف ستيورد طبعا. أوكي. مع كل أسف في ستيورد بالدال صح؟ ستيورد نعم، ستيورد نعم. بالدال طبعا. شوية كركم هون ضروري عندي، الهيل، يا سلام على الهيل، هاي الهيل. عندنا كمان البهار المشكل، يا سلام. وعندي شوية فلفل حلو مجفف، وبدنا نضيف شوية من الزنجبيل والثوم يا أبو طه. الآن الدجاج سلقناه وحمرنا الدجاج بالفرن، لأنه أنا عملت لكم إياه كثير عن طريق تحميره، دهناه بلبن طيبة مع شوية رب البندور، وهي بالفرن جاهز. عملناها سمير، خلاص اسفين معلم. هذا مخرج هسه بذبح لك دجاجتين وبسلق لك اياهن وبندهنهن. اكثر من مره قلت لك تصرف. ما انا خلاص، ما انا اكثر من مره قلت لك صراحه خلاص يعني. خلاص انت ما بدك. عندي هون مرق الدجاج. الله، شايف انت مجرد ما رفعت هذا الريحه هبت شام مع الباقه العطريه، برضو كمان من مهام الشيف ستيور انه يشم الروائح. لا بيشمش الروائح، يجري الطنجره بعد بالضبط. طيب بنضيف الان الرز ابو بنت، الحبة المتوسطة، وإذا خلطتوه كمان يا سلام يا سلام. شوف طلع الحمص، يا سلام على الحمص. الجزر، يا سلام على الجزر، شايفين. عندي كمان بطاطا، هذا رز إشي، وفليفلة، وبدنا نقلب فيه شوي. راح نضيف الآن بودرة مرق الدجاج، هون ضروري شوية فلفل أسود، ضي البازيلا راح نضيفها بالآخر. أوكي. عشان ما تهلطش. هاي كمان هيك شوية ملح صغيرة، إنه حطينا بودرة مرق وإحنا أمورنا طيبة. وهي حط البازيلا. طيب الأمور يا أبو طه صراحة الأمور ممتازة جدا. هاي شوية مي كمان، رزات روعة ودجاجات أروع. هذا الطبق إمتى سيدي؟ أي يوم؟ هذا يوم جمعة. يوم جمعة نعم، هذا يوم جمعة، هذا الطبق هذا يوم جمعة حرفيا. ست منى أبو عون بيحدد الطبق أي يوم نسويه، عنده قدرة هائلة على هذا الأمر. يوم يعني جمعة يعني أقول لك بتسوي هاي الشوربة يوم الثلاثة. هذا يوم جمعة حرفيا. هذا سلقنا دجاجتين مع الباقة العطرية من ورق الغار والهيل والقرنفل اللومي إلى آخره. استوى الدجاجات عندي، كنت ناقع أربع أكواب من الأرز، بعدين في طنجرة بديت في زيت وبصل وجزر وحبوب الكمون مع البهارات المشكلة، بعدين أضفنا الرز المنقوع والمغسول والمصفى، قلبناه، أضفنا الملح والفلفل الأسود، أضفنا من مرق الدجاج 3-8 أكواب، وبعديها طبخنا الرز على جنب، طلعنا الدجاج، عملنا خلطة مكونة من رب البندورة والكركم وخلطناهم ودهنا فيهم الدجاج وحمرناهم. دخلنا الرز بالطنجرة ودخلنا الدجاج داخل الفرن أثناء التحمير، وصحتين وعافية.
لهالوصفة هاي بدنا دجاجتين، 4 أكواب أرز بسمتي منقوعة، 2 كوب جزر مبروش، بصل مفروم ثوم مفروم، وبدنا زيت نباتي، وبدنا كمان يا حبايبنا كمون وبهارات مشكل، زبيب، جرامبري، فلفل أخضر وملح وفلفل ولوز للتقديم. يا راجل يا لوز، جاهزين؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، وعطول يا بطاها نبدأ بزيت نباتي وبننزل فيها البصلات. بسم الله. أيوة بطاها، أيوة يا بطاها، أيوة الله عليك. هون تبدأ الطبخ. عطول راح أنزل بشوية جزر. هاي مستعجلة ما في، ما في فاتح التيربو، إحنا ما في فاتحين التيربو، إحنا ما في أبدا. وعطول بنزل لي بشوية فلفل أخضر حار، هاي حسب الرغبة طبعا. ربطها هيهن ننزل فيهم هون مباشرة. قطعهم كبيرة. طبعا، منشان ايش؟ انا بحب الفلفل مع الرز يا بطاها. ابو عون بالسعودية الرز البخاري كانوا الافغان شاطرين فيه. يعني الرز لحاله بتاكل 100%، يعني بتشبعش منه فعلا. هي عندنا هون شوي من الثوم ناخذهم مباشرة، كمان بننزلهم وين؟ عندي عجلة هون، شو فيها بطاها؟ الدجاج مع البصل اللي مش مقشر. ايوه، دجاج مع البصل اللي مش مقشر. مش مقشرها عجل. لا لا يا زلمه، بدي اعطي لون للمية. شوي لا رو يعني اوكي. طيب انا عندي هون بصل، جزر، فلفل وثوم، والان بدي احط بذور الكمون. بذور الكمون هون بدي اطبخهم مع البصل حتى ينكهوا عندي ايش؟ ينكهوا هالاكله. وكمان في عندي بهار مشكل، ملعقه صغيره. بدنا نعطي شويه ملح يا ابو طه وشويه من الفلفل. اجراءاتك هون طبعا الفلفل لازم تكثر شوية فلفل عليها، يعني مي هون عندي على النار شغال يا ابو طه واموري كويسه. الريحه هذه، هاي الريحه طيبه يا ابو طه، هاي الريحه طيبه جدا جدا. والله انت طيب، ما بتسوي الا الطيب يا ابو. الله يسعد قلبك يا ابو طه، يعني بامانه. اي نعم ختيار يعني، بس انه يعني ما شاء الله عليك. طيب عندي هون الرز منقوع جاهز يا ابو طه، رز بسمتي نقعناه زبطناه غسلناه، أموره كويسة وجاهزة. الآن على جنب بدي أعمل شوية خلينا نحكي للزينة، بدنا نزين يا بطاها. تمام، فراح أخذ شوي من هالزيت هون، شوية صغيرة من الزيت وقطعة صغيرة من هالزبدة. نرفع النار شوية صغيرة بس. تمام. هون إذا بدك أي مساعدة احكي لي ترى. يا بي محسن أنا يعني أنت عارف. هو راح انزل بالرز الان بعد احنا ما بلشنا نطبخ مجموعه البهارات والمطيبات مع الفلفل والكمون والبهارات المشكل والقطايب، هاي كلها نزلت تحت. عندي دجاج مسلوق، لما سلقت الدجاج يا ابو طه حطيت له لومي، ورق غار، هيل، بصل، ثوم، كله تمام هون وصار جاهز عندي حتى اطبخ فيه الرز. بس الرز بالاول بدي اطبخه مع مع الجزر وهالمطيبات هذه. وكمان عندي فحم على جنب في هاي الطنجرة. تدخين ها؟ في هاي الطنجرة راح أضيف زبيب وراح أضيف شوية جرامبري. هاي إيش هاي يا أبو جان؟ للوجه. لما أضيف الرز بدي أضيف إيش عليه؟ رشش عليها من برا. أيوة، وهالجزر. تمام، هذا كله من الوجه أبو طه. تمام، نطبخهم على الوجه، نحطه مع وجه البخاري، لأنه حلو يكون في جوا وفي برا يا أبو طه، بحيث إيش إنه يطلع الصحن متطابق. راح أضيف هون زبيب على الرز وشوية جرامبري على الخفيف هيك، برضو كمان نحركه. أنا الرز معيره، نحط مصفاي وباخذ من هالمرق، هالمرق الطيب اللي عندي هون اللي عامل له 100 قصة أنا هون، وبنحط هيو الرز عيار. الرز عيار يا ابو طه، شايف طلع كم كوب راح تحط؟ انا حطيت 4، بدي احط 8. هاي 2، هاي 3، هاي 4، ستة، 7، هاي 7، 8. ومنشان لحيتك الغانمة حط لنا كمان يلا زيادة البياع. ايوه يا ابو طه، شوف انا دائما بعطي وصفاتي بالاكواب.
اعطي كوب بيطلع عندك الامور طيبه ممتازه. تمام بيطلع عندك الامور لوز شايف ابطا. الان الرز هندخنه بس مش الان فيما بعد بنخليه يغلي شوي بعدين بنهدي عليه النار. الان بدي اخذ الدجاج واحمره. الدجاج الان طيب. هسا سؤال كيلي. الدجاج لحاله رح يتدخن ولا الرز كمان رح يتدخن؟ الدجاج وندخن الرز. اوكي حندخن الدجاج جوا الفرن وندخن الرز جوا الطنجره. تمام. فانا هون يا بطاها شو عامل يا اخوك؟ عامل خلطه مكونه من رب البندوره والزيت والكركم. هيو رب البندوره والزيت والكركم ادهن فيه الدجاج بيطلع دجاج ذهبي. ترى انا ما بخبي اسرار نهائيا على الناس. والله يا ابو عون بتبسط الامور صراحه دائما يعني. هذا هذا كثير من يعني السيدات الفاضلات ممن التقيهم يعني بيحكوا لي مشان الله قول ابو عون يخف شوي ببسط الامور للازواج انها الامور بسيطه جدا. شم الريحه مطيبه هون طلع شم الريحه مطيبه هون شوف هذا نحطه على وجه الرز. تمام الرز عندي هون بلش يغلي. بدنا نهدي اللعب عليه شوي ليش؟ حتى نعطيه مجال للرز انه ينضج براحته. ها هي حطيناه على اقل درجه حنسيبه شوي حتى ينضج. باخذ الان هجاج المسلوق فرني مسخن وجاهز. شوف الدجاج محلاه انا ناقعه بالمي والخل قبل الطبخ بعدين طبخ. شم الريحه شيء بشهي النفس طلع بالفعل ما في زنخ ما في شيء هون كمان طبعا هيل لومي ورق غار بودره وحب وحاطط كبش قرنفل ورق غار يعني هاي الشغلات تعطي بسموها باقه عطريه صحيح. عطر الدجاج صحيح احرك لك هون ابو عون على الخفيف حرك ايوه يبي محسنك قرفي عيدان يا سيدي حاضر يا ختيار هذا الختيار اخواني اللي هون بالاستوديو رهيب رهيب الدجاج بعد ما يتحمر الحين ندخنه جوا الفرن يا ابو طه ونحمر كمان ونبخر الرز جوا الطنجره بكفي يا ابو طه اطفي عليه اخوك هذا يكون للزينه فقط لا غير الان هاي المرقه اللي ظلت عندي هون شو بتسوي فيها؟ نستخدمها تتبرد تنحط بكيس تنحط بتبروير تستخدم يعني بالفريزر بدي اعمل شوربه فريكه بدي اعمل شغله فيها على طول على طول هسا الدجاج شو بسوي فيه الدجاج؟ مشان نقعده ها قعدنا دجاج هاي الكفه الاولى بنطلعها يا عيني شايفين مشان ما نتغلب الله عليك انتهى الموضوع صرنا لابسين كفوف جديده ايوه بنيجي هسا على الخلطه اللي عملناها اللي رب البندوره هاي كمان شويه فلفل اسود عليها هاي كمان شويه ملح وحطينا كركم ورب البندوره وزيت شويه مي ملح وفلفل وباخذ بدهن فيها هالدجاج في مقادير معينه ولا هيك انت البركه ولا مقادير ولا شيء اخلط بدها تكون هيك لين شوي لين طبعا مشان تمشي معك على الدجاج لانه بدنا ننتبه انه البندوره على التحمير بيعطي لون بس المكون الرئيسي تبعها اللي هو رب البندوره نعم هو الاساس وبتضيف عليه كم نكهات انت بجوز يمكن حسب الرغبه نوعا ما نعم. او انت كيف بدك اياها بالطعم ايوه اهم شيء بس ايش يكون معها كركم كركم بيعطيك لون حلو على التحمير فرني جاهز راح ندخل على الفرن بعدين لما يتحمر الدجاج راح اطلع على الفرن وادخن الدجاج جوا الفرن يلا يعني شوف منظره هيك من دون شيء شو كيف سامح لها طلع وكيف بعد لما نحمرها هسه احنا شغال فرن طبعا الله عليك لا يا بطاها افتح الرز شوف الرز شو صار فيه الرز هيو يا عيني عليك بعد شوي بندخن الرز بس خليه ينضج ويتنشف يا عيني عليك احنا هون صرنا جاهزين هي كثير ناس نوال الديسي بتحكي لك بدها تسوي اليوم البخاري على طريقتك سويه رح تنبسطي كثير كثير بهالطبق البسيط والسهل وانا بحاول اعمل كل سبت يعني اطبق اطباق هيك بنحبها احنا شغل عيله للرز يعني بنحاول نبعد شوي نحاول نعمل هيك اطباق بيتوتيه يعني مسخر عندنا الاسبوع اللي فات قبلي تمام شي شبرك واي اطباق بدكم اياها اطباق شعبيه يعني يوم السبت كمان تحديدا شوف احنا المنظر هاي شوف هاي لما تيجي على الرز زي من فوق على وجهها تطلع حكايه صح
صحيح. الرز وضعه عندي هون. ايوه الرز الان لازم ندخنه. اموره تمام. الرز الان يا ابو طه لازم ندخنه، ورايحين ندخن الدجاج بعد شوي. خلينا ناخذ نجيب الفحمات. بسم الله ما شاء الله. عشت يا عبد الله يا رحال. يا عبد الله والله انك نوار يا عبد الله. والله انك نشمي. اقسم بالله انك نشمي جد. يا عيني. يلا. هاي فحماتنا صاروا جاهزين. جيبوا يا ابو طه. ايوه. طيب. ناخذ لنا هيك نقطتين زيت زيتون او زيت نباتي. تكتب. والله زيت زيتون اطيب اطيب. يلا. زيت الزيتون اطيب يا ابو طه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بس اعطيه مجال اول شيء يولع. ايوه استنى 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 ابو طه استنى ابو طه. يلا يا ابو طه. يا عيني عليك يا ابو طه. الله الله. ايوه الله. احنا هيك امورنا صارت جاهزه. نطلع دجاج لما يتحمر وراح قبل ما نطلعه ندخنه ونسكب بعديها. ندخنه بالفرن بعد اكيد طبعا. تمام يلا. بدنا نروح ندخن الدجاج. يلا. اول شيء لازم نطفي. احنا طبعا دخلنا الرز هون بالطنجره، حندخن البخاري اللي عفوا الرز هون دخلناه، الدجاج حندخنه بالفرن. طفينا على الفرن. تمام. عندي شويه فحم هون وشويه من هالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. دير بالك بس يكون الصحن. لا توكل على الله. توكل. هاي بدنا ندخنه هسه جوا الفرن. تمام. خلي يدخن. روعه. شوف الدخان عندنا هون هسه بتشتغل. الدخان هون بتشتغل تبعات. تخيل شوف شوف الدخان جوا الفرن. شوف الدخان جوا الفرن. يا طلع طلع طلع. روح يا رواش رواش، هاي لقطه تاريخيه لك، شارك مع عبد الله بالاوسكار. هاي الدخان جوا عم بتدخن كل شيء تمام. احنا خلينا نسكب هسه، شو رايك؟ يلا خلينا نسكب. بسم الله. هاي امورنا احنا ممتازه، دخلنا الفرن جوا الفرن ودخلنا بالرز وصار في نكهه بخاري مدخن عندي 100. هسا اكيد ابو عون رح يعيد لكم الطريقه من طقطق لسلام عليكم، كيف بلش بالبخاري وصولا لهون. بسم الله. تمام رح اطفيها ابو عون. شوف هالرزيات محلاهم، طلعوا. هاي رزياتنا البخاريات مدخنين. يا سلام. مع الجزرات الزبيبات. يا سلام يا سلام. والله صرنا اثنين. هاي رزياتنا صاروا جاهزين وامورنا تمام، وجاجنا جوا دخن وكمان امورنا كويسه. الان نفرد الرز. اول شيء بدنا ناخذ لنا شويه من هذول يا ابو طه، نحطهم وين؟ زينه على وجه الرز. بس نحط كمان فوق الدجاج. احنا هاي عنا هون الزبيب والجزرات يا ابو طه. نحط لنا كمان شوي من هاللوز. يا سلام. هذيك راحت هذيك الايام، شو بدك فيها؟ ايوه ايام. نروح الان ايام الصوم. هذيك ايام الصوم راحت. ايوه 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 ايوه. الله. هاي دجاجنا كمان صار جاهز. يا عيني. الدجاج الذهبي طلع، هذا هو محمر ومقمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني يا عيني. محل لون الدجاج كيف طالع معانا، لانه استخدمنا البندوره يا حبايبنا واستخدمنا الكركم. هاي امورنا احنا هون صارت جاهزه. الان زين زين زين. خذ راحتك. خذ خذ خذ. طيب هسه بجيب مساكه. بدي اياك يا ابطال. انا بدي اياك مساكه وانت اجراتك ابو عون. الان بنكمل بنحط هالجزر وهالزبيب كمان عليها. طبق جدا رائع وبسيط، جربوه بالدار. هاي كمان هاللوز عندنا هون. هاي طبقنا الأول لليوم، طبق البرياني المدخن مع هالنكهات الطيبة. ننزل بالزيت تمام على طول هون،
وباجي بشوية بطاطا يا أبو طه وبنضيفه مين؟ على الزيت البصل. الرز عندي هون أبو طه بلش يغلي على طول، بنزل بشوية ورق غار ومسمار وهيل. أها. وعلى طول بروح بشوية ملح بملح المي اللي هطبخ فيها الرز. البصل المكرمل عندي بجيب لبن طيبة، طبعا الطعم اللي منحبه طيبة الأطيب قلب، وطبعا مصنوعة من الحليب الصافي بالبروباتيك، مدعمة بالبروباتيك. فبنضيف حسب المقادير، بنضيف لبن داخل الخلاط. يا سلام. بعديها بنضيف منها الثوم. هاي اللي بتسوي انت تغلي فنجان صح؟ لا انت اصبر علي وراح تشوف. والزنجبيل اوكي، وشوية رب البندورة، وبنضيف جزء من البصل. اوكي، هاي الخلطة اللي راح نضيفها مع الرز المشغول، وبنخلي شوية بصل مشان نحطهم وين؟ على وجه البصل الرز عفوا. بس يبلش عندكو المي تغلي بعير 7 دقائق، يعني الآن راح أضيف الرز راح تنخفض الحرارة، ما تعيروا إنه والله أنا عيرت 7 دقائق ولا شف بس ما استوتش معي، لا بس المي تبلش تغلي منعير 7 دقائق. في هاي المرحلة يا بطاها حط قرنيف بعد إذنك. ها والله شو رأيك؟ لا ومش سائل أنت. لا مش سائل والله. عندي شوية كمون، تمام، هيل، مسمار، ورق غار، وحبة من اللومي. أوكي، وين بنزل مبطاها؟ احكي لي على البطاطات. على البطاطات يلا. حلو. الآن بدي أضبط الفلفل الأسود، وبدي أضبط كمان الملح بالمقادير مكتوب حسب الرغبة. أوكي، شايف يا بطاطا تطلع يا اخوي. فاحنا هون بناخذ من المرقه، من مرق الدجاج وبنضيف وين يا بطاطا؟ على البطاطا، على البطاطا والخلطه اللي عملناها، وبنبلش يا سلام نطبخ فيها حتى البطاطا تنضج عندي. وشوفوا هاللون محلاه اللي بقعر هالطنجره. راح نضيف كمان شويه مرق دجاج. اذا عندي مثلا عزومه يوم الاربعاء مثلا بزبط؟ لا هاي بس هذا طبق مختص يوم جمعة. ماشي. الرز المشغول راح بلش نضيفه على وجه يعني الخلطة والطبق المرتب. تمام، حطه على وجه الرز مع ماء الورد. تمام التمام. ومنضيف لنا هيك ما تكثروا بس كم قطرة حتى تعطي نكهة للرز. الآن بوطي النار وبدي أتركها 10 دقائق مغلقة بهالشكل. صار 1 2 تحداك تسوي هاي الحركة. إيه ما خلاص مش بده متحدي جاهزة. الله هاي الحركات يا با يا ابو عون. يا الله هاي فعلا اقدم واصفق. الله الله يا ابو عون. الله أبطأ. الله باجي ها ايوه باجي بهاي ايوه ايوه بضيفها وين ابو طه؟ يا عيني بضيفها هون على الرز. يا جماعه الخير الريحه بتجنن. طبق بيتوتي بنفع للعزايم، بنفع للمناسبات والعطل الرسمية مثلاً أو العطل الأسبوعية. مكون من مجموعة من البهارات، حوالي 10 أنواع بهارات عملناهم بيس باستخدام خلاط سونا، ومن ثم طبقنا الرز بالبهارات اللي عملناها، وطبقنا الدجاج بعد ما عملنا له عملية نقع لمدة يوم كامل بنفس هاي البهارات. هذا هو طبقنا ببساطة لهذا اليوم. الدجاج والأرز بتتبيلة البهارات من دجاجتين، 4 أكواب أرز بسمتي، 8 أكواب من مرق الدجاج، ربع كوب زيت، ربع كوب زبيب، ربع كوب لوز،
أما بالنسبة للتتبيلة بدنا ملعقة صغيرة كل من زنجبيل، خلنجان، هال، كمون، بودرة الزعفران، بابريكا حارة، ثوم، جرام مسالة، رب البندورة ولومي. هذه خلطة من الخلطات السحرية اللي المطاعم بيخبوها عنكم. هاي بتسووها بتخلوها مرتبان، تحطوها على اللحم، على الدجاج، على السمك، لعشاق البهارات. هاي مجموعة البهارات اللي عندي ولا ربع. أول شيء بنسوي البهارات، تمام. فهون طبعاً مشان نسوي البيس أو المعجون بنضيف زيت في الخلاط ونبدأ. أول شيء عندي اللومي، لومي مطحون، وأهم بهار عندي اللي هو الخلنجان. خلنجان عندي بهارات جرام مسالة، كمون، بهار مشكل، بابريكا حارة، نعم بصل بودرة، ثوم بودرة، هيل، وبودرة الزعفران، و 10-11 نوع بهارات يا سيدي والله، ورب البندورة. ومنضيف كمان شوي من هالزيت وعالسونة باستخدام خلاط سونا الهاند ميكسر أبو سرعتين والمقبض المريح. هون عندنا سعة 750 مل. نبلش نخلط هذه خلطة البهارات، حطوها مرتبان، تقول عندكم شهر وكمان شهرين إذا ظلت بالثلاجة. وهاي البهارات طبعاً نحطها على جميع أنواع الجاج واللحوم والبهارات اللي بدكم إياها. عندي الجاج هون، جاجة قطعة أو مسوي لها شرحات جواتها، رايح أضيف طبعاً هون بدي أضيف أهم شيء الفلفل الأسود والملح. فرن إلبا الإيطالي شغال على حرارة 180، بضيف البهارات على هالجاج زي ما انت شايف وبنخلط. هاي من الوصفة زي هاي كويس انه ننقعها كمان نفس بيوم طبعا عشان تتشرب. طبعا يا سمير هذه لازم الخلطة تتسوى قبل بيوم او قبل 3-4 ساعات بهالشكل، ريحة ولا اطيب. يعني زي ما انت شايفين هاي صارت عنا جاهزة، بنريحها وبعدين بندخلها على الفرن لمدة ساعة كاملة 180 درجة الحرارة. نعم 180 تمام. الآن كونه هالبهارات اللي عندي هالطيبة كلها، هاي عندي رز منقوع جاهز وعندي طنجرة، رايح أضيف فيها شوي من هالزيت وأبدأ في طبخ البهارات اللي عندي. أحط لنا هيك شوي ونبدأ. بما البس الكوف يا سمير، خذ هاي الملعقة يا حبيبي، عملنا حوسة صغيرة هيك عليهن، نقوي النار شوي عليها. هون رح تشموا روايح طيبة. هاي مجموعة البهارات زي ما حكينا تنحط في مرتبان زجاجي في مرتبان. والله انت كرمت يا ابو عون، اذا مرة ثانية هيك نحكي لهم شو مجموعة البهارات هاي. لنا هي طبعا 10 انواع، استخدمنا اللومي المطحون، الخلنجان، الزنجبيل، الكمون، البابريكا الحارة، الهيل، بودرة الزعفران، الثوم البودرة، والبصل البودرة، ورب البندورة، ملح وفلفل، وأكيد زيت. خلطناهم مع بعض وصار في عندنا مجموعة من البهارات أو البيست. حتى هاي نظل نستخدمها للسمك وللجاج واللحمة، وعلى فكرة على السمك كمان بتشهي. تمام، شم الريحة، إشي روعة. نجيب الرز يا أبو طه ونضيفه وين؟ على الآن جاجنا. وين جاجنا؟ موجود بالفرن. فرن إلبا الإيطالي على حرارة 180، الحرارة من فوق ومن تحت، والمروحة شغالة يا أبو طه عشان توزع بالضبط 100%. هون بدي أقلب هالرز مع البهارات، وطبعاً محضر أكيد شوية لوز وشوية زبيب حتى نضيفهم على هالرز بعد ما يطلع وينضج. عندي هون على جنب مرق دجاج من سلق سابق، أو ممكن نستخدم المي ومرق الدجاج كمان، مكعب من مرق دجاج كمان بصير. هون راح أضيف أكيد شوية ملح. طبق بيتوتي 100% حبايبنا،
هاي فلفل اسود. مش مانع عندي نستخدم شوي من هالزبيب يا ابو طه. تمام. وراح اخلي كمان شويه زبيب حتى اضيفهم على الوجه. بما اقلب الرز يا ابو طه، انا بدنا نطلع الدجاج ونفرجيكم الدجاج كيف شكله بعد عمليه الطبخ. تمام. على فرن البا الايطالي وبنطلع الدجاج يا ابو طه. الله. هي الدجاج عندنا هون بعد ما حمرناه وجهزناه وطبخناه مع البهارات المفكله. يا عيني اشي بشهي. وعندنا كمان هون هالرز هيو بلش يا ابو طه ياخذ هاللون الحلو. طبعا في حال ما عندكم بودره الزعفران استخدموا الكركم، في حال لانه شوي بودره الزعفران يمكن تكون غالي على بعض الاسر. هون الان صار جاهز يستقبل المرق. بسم الله. نكمل طبخه الان يا حبايبنا حتى الرز ينضج عندي، وان شاء الله تكون اموره كويسه يا سمير. تمام. بس يغلي الرز راح ابدا اهدي اللعب عليه. ضبطنا الملح تبعه، دائما بذوق مية الرز. إذا كانت مالحة شوية معناته الرز بيطلع كويس. أوكي. هي إذا مالحة شوي. طبعًا. أما إذا كانتش مالحة معناته الرز حيطلع بده ملح. بناخذ سمنة مازولا الفخمة وبنضيفها في هالطنجرة. يا حبيبي ما أحسنك أنت. حبيبي. طبعًا بدنا نطبخ اليوم رز تركي، هذا الرز كثير تخم. فيكم تستعملوا زيت مازولا أو بس أنا بحب أطبخ بالسمنة. هتعطيكم نكهة طيبة وفخامة بالطبخ. على طول راح انزل في بصل مقطع مكعبات كبيرة شوي. شوفوا هاي فيكم تسووها على البرغل وتسووها على الرز. على الرز، اوكي. انا ذقتها مع الرز هذيك اليوم بدبي في مطبخ تركي، والله انها عجبتني. والله. فقلت لازم اشارككم فيها، لازم. حلو. طبعا عندي هون باذنجان مشقلي شوي. طلعوا منظر محلاه، شوفوا بجنن اللون. شوية زيت زيتون، فرن ساخن 250، قطعنا البتنجانة حتى لا تملحوها، بس زيت لأنه بدي أطبخها مع الرز. أوكي. ما في داعي. أوكي. بدي أخذ شوية ملح من الكسيح فوق البصلات حتى إيش أساعده إنه ينطبخ أسرع شوية. سامع الصوت؟ أنا اللي سامع إنه صار في سحب مي. اوكي. هاي خاصية الاسموزية. اوكي. وال مش نظرية فيثاغورس. ابدا. طيب فيثاغورس. تذكرها؟ تذكرها. وال الوتر تقسيم، والله نسينا. بنضيف منها الفليفلة الحلوة. وصراحة ما بتحلى الأمور. إلا بقرنين فلفل. ما بتحلى الأمور إلا بإيش؟ حراقي. واحد اثنين. يا سلام. الأمور طيبة. لا مش مكثر والله. رايح آخذ منها البابريكا. المدخنة. هاي من وين؟ من الضياء؟ الضياء. يا أيوة. سلام يا سلام. راح آخذ دبس فليفلة. لازم نزورهم الضياء يا شيف. أنا ما لا مرتبين الجماعة خلاص. مرتبين. ورب البندورة. هذا طبق إشي فخامة وسهل كثير، يعني ما بده هالقصة يعني صراحة. وبنضيف إيش؟ الباذنجانات. يا سلام يا سلام. أنا أعشق الباذنجان وبعرف إنك بتحبه كمان. أنا من عشاق الباذنجان من الطراز الرفيع. شوية ليمون وسماق. هاي كمان زميلتنا إجت روان. شيف روان صباح الفل. بندورة. والله كمان بصير. والله لحمة راس عصفور صحيح. والله كمان بصير. صراحة مهم. لحمة راس عصفور كمان بصير والله. أضفنا رز أبو بنت النوعين الحبة المتوسطة والذهبي وجربوها. رايح تنال اعجابكم جدا. انا ضايف طبعا نص بنص وفيكم تضيفوا ثلثين بثلث براحتكم. وهالخضروات كلها هاي الطيبه وين صارت؟ يا سلام. وين صارت؟ كلها مع الرز والنكهات كلها اشي يعني عن جد فخامه. اذا الان في هاي اللحظه بنضيف مرق الدجاج. ايوه يا سلام. هون ما تكثروا مي لانه في خضار كثير. راح تعطيكم خضار
الخضار راح تعطيكم مية كثير. مية كثير، اوكي. يلا، بنضيف شوية لبن داخل الوعاء. أكيد بدي غلبك تفتح لي المايونيز. إيه طبعًا لعيونك. رايح أضيف الآن الكركم، البابريكا المدخنة، فلفل أسود، ثوم وزنجبيل من الضياء. جاهز يا سيدي. وراح أضيف كمان شوية مايونيز مازولا الفخم. طبعًا في عندهم تشكيلة كبيرة جدًا من هالمايونيز، ما شاء الله، يعني عندهم صلصات للسلطات وعندهم اشي فخامة جدا. طيب اكيد هون بدنا نضيف شوية رب البندورة، ملح من الكسيح، وراح نضيف شوية زيت مازولا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ونضيف دبابيس الدجاج داخل هالخلطة. يستحسن اني هالخلطة هذه اتركها ساعتين، ساعتين ونص، اذا كان قبل بيوم والله احسن واحسن. احسن واحسن. احسن واحسن. نكهة دجاجنا خلاص صار جاهز، اخذ بالضبط 50 دقيقة. ارز تركي بالخضار والبندورة مع دبابيس الدجاج المشوية. للرز بدنا 2 كوب ارز ابو بنت الحبة الطويلة و2 كوب ارز ابو بنت الحبة المتوسطة. اذا في عندنا نوعين رز اليوم من ابو بنت. سمنة مازولا، بصل، باذنجان مقطع ومشوي. بدنا فليفلة ملونة وبندورة مفرومة، معجون البندورة، بدنا بابريكا من الضياء ومرق دجاج، بدنا ملح الكسيح وفلفل اسود. اما للدجاج بدنا كيلو من دبابيس الدجاج، بدنا ثوم مجفف وزنجبيل وبابريكا وكركم كله من الضياء الفخم، وطبعا معجون البندورة، بدنا شوية لبن من طيبة، مازولا ربع كوب من الزيت، وملح الكسيح.